تنفذ وحدات من القوات البحرية لكل من القوات المسلحة المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا يستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر. يشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة في حاملة المروحيات من طراز ميسترال، بالإضافة إلى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ الفرنسية. ويتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عددا من الرمايات بالذخيرة الحية والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين.